هنبتدي كالعادة بأهم الكلام وأهم الأخبار والمنشطات اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرايد. مجلة الأهلي الجمعة الكبيرة في الأهلي، تسهيلات خاصة لاستقبال الأعضاء واعتماد لائحة النادي، الخطيب تعالوا لأداء حق الأهلي علينا جميعا. الأهرام مجلس الأهلي يكثف جهوده لحث الأعضاء على حضور عمومية الجمعة المقبل، الخطيب ثقتي بلا حدود في إقبال تاريخي فكلنا نخاف على الكيان العظيم. الجمهورية الأهلي يبدأ العد التنازلي لإقرار دستوره. الشروق الخطيب يطالب أعضاء الأهلي بإقرار دستور يحمي النادي واستثماراته، تحصين أعضاء مدينة نصر أهم بنود اللائحة الجديدة، وإنصاف المرأة كان في مقدمة أولوياتنا. الوطن الخطيب غير مقبول إن الأهلي بعظمته بدون لائحة والاسترشادية لا تليق بنا. المسا الخطيب يشعل حماس لاعبي الأهلي، الإدارة تطلب زيادة عدد الجماهير ل20,000 متفرج في لقاء وفاق الصيف. مجلة الأهلي مساء الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي أفريقيا، الأهلي الثائر يتحدى وفاق الصيف. كارتيرون يحصل على 8 مباريات لوفاق الصيف قبل مواجهة نصف نهائي دوري أفريقيا. الأخبار الأهلي يحارب على كل الجبهات، الأحمر يغادر لمواجهة النجم اللبناني ويطلب شرائط سطيف ويحشد لعمومية الجمعة. مجلة الأهلي الحلم العربي لن يموت، والحسم في بيروت، الأهلي بعزيمة الفرسان في مهمة إسقاط نجمة لبنان. مجلة الأهلي يوسف نتعامل مع لقاء النجمة باحترام شديد. الأهرام المسائي الأهلي في حيرة عربية، اتجاه للاعتماد على الأساسيين في لبنان من أجل سطيف، وأصوات تطالب بتفادي غضب الدكة. فيتو حكاية 12 مباراة دون هزيمة وعودة ثقافة الفوز خارج الحدود أبرز المكاسب، كارتيرون ساحر الشياطين الحمر. الوفد الحاوي يخطف الأضواء في القلعة الحمراء، وليد سليمان هدفنا العودة للمونديال ولن أعتزل دوليا، كارتيرون مدرب واقعي ولم أخطئ في حق كوبر، والتجديد على بياض أقل واجب.